يعني يكفي في فضلها ان انا هسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي ويرد علي السلام، وهسلم على سيدنا ابي بكر وسيدنا عمر، وكأن برضو يعني كأن في 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 بداية الحلقة دي كتير، لكن من باب الإشارة إلى قرب الحاجة كده. فكأن الإنسان وهو يمر في من باب السلام كده وداخل وهيسلم على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كأن هناك الختم والتوقيع على صلاحية هذه العبادة. الله. ولذلك هنلاقي بعض الناس أو ممكن يبقى الكثير إن شاء الله يعني يقول والله ده أنا مريت من هنا كذا مرة، لكن في مرة حصل فيها الإيه زي ما حضرتك قلت كده القشعريرة، اللي هو الإحساس كده إن في حاجة مش طبيعية، هي دي اللي هي لحظة التوقيع، لحظة إعطاء صلاحية الإنسان. ربنا يكتبنا يا رب. ولذلك فهي يعني لا تحتاج إلى كثير كلام، وإنما تحتاج إلى أن يستشعرها الإنسان. أيوة. لأنه هو يعني ما فيش أفضل من أن أزور سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا يكتبنا يا رب من زوار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم طيب أداب الزيارة أكيد، وأنا داخلة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في أداب، في احترام، في خشوع، المفروض أكون شكل عامل إزاي وأنا داخلة أسلم على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ رقم واحد عدم اصطناع التزاحم. ان انا مع يعني في ناس كده ساعه في ان هو في زحام ناس في تدافع وناس بتعمل لا المقام لا يتحمل مثل هذا. ده مقام محتاج خشوع زي ما حضرتك قلت كده، محتاج خشوع، محتاج هدوء، محتاج ان انا ما ادخلش في حوارات بقى. يعني ليست هي الممر كده هياخد له مثلا بتاع يعني حسب ما ياخد بقى الوقت 5 دقايق 10 ده حسب الايه اللفه دي يعني. تمام. فمحتاج ان انا ما انشغلش بقى بالكلام مع حد وكذا. بنلاقي في بعض الشد وجذب بين بعض الناس، حتى بنلاقي بالنقاشات حتى في العلم يعني، مع انه مش مكانه خالص يعني. الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. هنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم موجود، هنا الروضه الشريفه، هنا قطعة من الجنة، هنا الصحابة. الموضوع يحتاج إلى الهدوء اللين، يحتاج إلى التواضع، يحتاج إلى عدم التزاحم، عدم رفع الأصوات، عدم الانشغال. ما هواش مكان إن أنا انشغل بحاجات بقى إيه هي الكاميرا فين، هي الحاجات. بعض الناس كده إن لاقي الموضوع إيه يعني منشغل. ماشي أمور عادية مباحة كل حاجة، لكن المقام يحتاج إلى تركيز، إلى التركيز فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. أدعي أقول إيه وأنا واقفة قدام سيدنا النبي؟ أقول اللي أنا عايزه. اللي أنا عايزه. ما أقولش صيغة محددة عشان ما يبقاش هو قرآن بنحفظه. المسألة مش مسألة حاجات أنا حافظها وممكن كلمة تفوت مني ده أنا كده نسيته حاجة، لا. أدعي وألجأ إلى الله سبحانه وتعالى بما أحتاجه وما هو في قلبي، بأي لغة بأي صيغة. هو ربنا سبحانه وتعالى مطلع على ما في قلب الإنسان. حتى لو غلط المسألة يعني ما فيش هناك الوقوف على الألفاظ والتشكيل والحاجات دي، لا، قول ما في قلبك والله سبحانه وتعالى مطلع على ما في صدورنا.